في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط الخامس والعشرين في المجموعة الشوط الثالث لفئة البكار، أصعب من مسافة 1200 متر اللي في أول المراكز. اللي في أول المراكز هذه الشاهينية لسيد سالم بن حمد. الشاهينية لسيد سالم بن حمد بيضيف في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز من الجانب الأيمن يحاول أن تتسلل هذه الدوحة لسيد سعود بن صالح. الزمار تتسلل في هذه اللحظات الدوحة وانتزعتها للمركز الأول، أما اللي في ثالث المراكز الشحانية لسيد حمد بن علي بن عبدة. المري في رابع المراكز هذه الواصلة تعود ملكية الواصلة لسيد حمد بن منصور. العطية مع الواصلة في رابع المراكز. خامس المراكز هذه السيلية لسيد محسن بن محمد بن جمعان. الغيثاني مع هذا الشعار المميز، يلغي ثاني نهنيك على هذا الشعار. اللي في اول المراكز هذا الزمات ودعود مكي، هذا سعود بن صالح الزمات مع اللي الدوحه لسيد سعود بن صالح الزمات في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز هذه واصله لسيد حمد بن منصور العطيه، وفي ثالث المراكز اللي واصله هذه من الصيفي لسيد ناصر بن علي المري. ولكن ركز ركز يا سعود يا صالح الزمات، هذه اللي انتزعت المركز الاول دوحة، نقول تهانينا والناموس لفوز الدوحة مع السيد سعود بن صالح الزمات في ثالث المراكز هذه رغم ثلاثة الواصلة لسيد حمد بن منصور العطية، وفي ثالث المراكز من الصيفي لسيد ناصر بن علي بن عوض ناصر بن علي المري. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقة 46 ثانية، 86 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين.